استضيف معي السيد احمد الشهابي مدير المدينه القديمه. صباح الخير. صباح الخيرات، كيفك؟ يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك يا هلا. يعني نحن اليوم كثير اكيد مبسوطين بوجودنا معكم هون نحن بساحه الفستق. خلينا نحكي اول شيء عن ساحه الفستق. تماما. بتبيع فستق؟ أكيد. تماما، هي ساحة الفستق إحدى الساحات الأثرية ذات القيمة مثل ما لك شايفة. قديما كان ينباع هون سوق الجملة تبعت الفستق قديما. طبعا هي صلة الوصل بين سوق خان الحرير وسوق السقطية، هو أول مشروع رمم بأسواق حلب القديمة مثل ما بتعرفي والبيعرف الجميع. أخذ جائزة إكرم في الشارقة للمواصفات الفنية ومعايير الترميم التي تم بناء السوق وإعادة تأهيله فيها. تمام. هلا نحن فادي معلش لورا شوي كليان شوي. شكرا شكرا استاذ احمد. بس خلينا نحن هلا مثلا هون خلينا نشرح نحن هون كيف عم تتم عمليه الترميم. مثلا هون هذا الجدار قديش هو قديم، نحن كيف بدنا نحط قوس بالمقابل له، كيف البنى التحتيه، كيف عم تتم ترميم البنى التحتيه؟ تمام. هلا نحن مشروع ساحه الفستق بيتضمن 18 محل راح يتم فيها مثل ما انك شايف العمال عم بيتم قشر طبقه الزريقه، ازاله التجاوزات اذا كان في جوائز بيتونيه او صبات بيتونيه، استبدال الفاقد ما تعرض طالته يد الارهاب، راح يتم اعاده بنائه باحجار من ذات النوع وفق معايير الترميم المتبع في مديريه حلب القديمه ومديريه الاثار ومتاحف بحلب. الواجهه هي اللي كنا عم نحكي عنها هي واجهه قيصريه الجلبي، طالما من الدمار. طبعا في احجار كانت موجوده حافظنا عليها، رح تنعاد الواجهه كما هي بذات الاحجار بذات القياسات والمواصفات لحفاظ على قيمتها الاثريه. دوما نحن بحلب القديمه وبالتشارك مع مديريه الاثار والمتاحف استخدام الماده الطبيعيه، ماده الحجر ذات المواصفه، ما فقد منها او ما دمر عم ينعاد بنفس المواد، عم يتم ازاله كافه التشوهات، كافه الطفيليات المتوضعه بفتره من الفترات على السوق لاعاده رونق الاسواق كاملة حاليا. طب خلينا بس نمشي هيك شوي فادي نشوف مع زملائنا المصورين، مثلا هدول الاحجار نحن كيف فينا نستغلها؟ نحن اصلا هون كثير عندنا احجار ورا كمان، هي احجار قديمه، كيف نحن عم نرجع نظبطها بما يتلائم مع البناء ككل واضافه احجار حديثه عليها؟ تماما. هلا هدول الاحجار البازلتيات هن من احجار البناء، نحن هدول الاحجار لما بس في احجار نحن صفدناهم لهن يعني من هالاقواس او الاسقف الغمس تم تصفيدهم وترقيمهم لاعاده بناء. مثل ما كنا نلاحظ في احجار مرقمه راح يتم استخدامها للتختيمات واللمعات الحجريه او الاقواس. هلا مثل ما كنا نلاحظ هي الواجهه فاقده لاقواسها الحجريه الملائمه لباقي الساحه او محلات الساحه. خلينا نشوف كيف كمان السقف كيف محروق. تعرض لأثناء فتره وجود المسلحين بحلب القديمه تعرض قسم كبير من المحلات من الاسواق من المباني لدمار ممنهج لالغاء الذاكره او التراث اللي بتمتاز في حلب القديمه من ذاكرتهم، ولكن باذن الله عم يتم اعاده. طبعا بالبدايه خلينا نشير لنقطه كثير مهمه، نحن بحلب القديمه بدايه التحرير وبفضل الدماء الطاهره للجيش العربي السوري والقوى الرديفه حافظنا على احجار حلب القديمه كما هي، تم فرز الاحجار والمحافظ عليها وترحيل الانقاض او ما خلفه الارهاب. هذه الاحجار مثل ما عم نحكي كنا على واجهه قيصريه الجلبي، هلا اذا بننتقل للمحل تم تجميع كافه الاحجار المشكله لهذا القوس. يلا خلينا نروح على المحل تماما وترقيمها لاعاده استخدامها. طبعا ما فقد او دمر او فتت نتيجه الارهاب سيعاد ادخال احجار بذات المواصفه مثل ما انت شايفه هون. هي الاحجار هي اللي بتكمل مدخل قيصريه الجلبي. هلا هذا جديد، هلا هذا رح يزال اعمال السيراميك. نحن قلنا بالبدايه كل خلينا نقول اضافات او مخففات تمت اضافه ثلاث محلات او للواجهات الحديثه يتم ادارتها، ولكن الاحجار اثناء فرز الحجر اكتشفناها فحافظنا عليها رقمناها ليعاد رسمها او يعاد بنائها كما كانت سابقا كواجهه القيصريه او كالاقواس الحجريه. اذا بتلاحظي هون مثلا في عندنا
سقيفة بيتونية أو لمعة بيتونية، هي رح يتم إزالتها وبناء القوس الحجري لهالمحل ليكون مقوي أو ليكون. أحمد خلينا شوي نشوف الشباب كيف شعورهم، كيف عم يمكن عم يشتغلوا ليل نهار بظرف 8 شهور تقريبا تم إعادة إعمار وهيكلية سوق السقطية من أول وجديد وهي ساحة الفستق، كيف شعورهم؟ خلينا مع مين من الشباب فينا نحكي؟ صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. يعني بالبداية قديش اليوم هذا العمل اللي انت عم تقوم فيه هو بيعني لأهالي حلب وخاصة الأسواق القديمة؟ والله بيعنيهم كثير منيح، إن شاء الله بنرجع حلب، إن شاء الله بنرممه ونزبطه. صباح الخير، الله يعطيك ألف عافية. حضرتك من حلب؟ نعم. اليوم بخلال شغلكم بإعادة إعمار الأسواق القديمة، خلينا نحكي عن عملك بالضبط. عملي كتنظيف حجر وتهيل حجر وتظبيطه وتنظيف البنية التحتية. شكرا، الله يعطيكم ألف عافية. كمان من الشباب مين بحب؟ عمي أبو عبدو، مرحبا، بونجور. كيف الشغل؟ مبسوطين؟ عم نأسرع؟ يعني بدنا نقول لكل العالم إنه ساحة الفستق أشهر قليلة، يا ريت فينا نوصل. إن شاء الله إن شاء الله. قد إيه اليوم أنتم مبسوطين إنه عم تشتغلوا به؟ صباح الخير. كمان يعني خلينا نحكي من بعد الدمار يلي شهدوا هيدا المكان، هي وجع قلب، ولكن قد ايه بتنردلنا اليوم الروح لما بنشوف إعادة إعمار من جديد؟ الحمد لله ويعطيكم ألف عافية. يلا أشهر قليلة ورح نيجي ناكل الفستق الحلبي من هون، الله يعطيكم ألف عافية. يعني عن جد هذا المشهد عيلة، عيلة ليل نهار عم يشتغلوا. احنا فاتنا انه إعادة الأعمار اللي دمروا الإرهاب، وكان قلت لك طريقة التدمير ممنهجة، كله عم ينعاد بخبرات وطنية بسواعد وطنية مثل ما شايفة، كلهم هدول حجارين أبا عن جد، يعني بيعشقوا المهنة. اليوم لما بيتعامل مع الحجر ما بيتعامل معه كمادة، بيتعامل معه كروح، بيحاول ينظف آثار الحريق اللي عليه، عم بيزيل الكحلة متقن تماما، يعني عم بيشتغل الشغل. هو حجار أبا عن جد، هو عاشق لهذه المهنة، الإشراف عليه كذلك الأمر كله مهندسين محليين خبرات محلية. يعني هذا أمرنا أنه نعيد إعمار ما دمروا الإرهاب، نعيد إعمار أسواقنا، أحيائنا، المنازل اللي ضمن حلب القديمة كلها بخبرات محلية وبسواعد وطنية إن شاء الله. وأكيد أهم شيء السواعد الوطنية، يعني ظروف صعبة مرقت على سوريا ككل وحلب الشهباء ككل، ظروف صعبة ومرقت كورونا وظروف اقتصادية صعبة. اليوم تأمين اليد العاملة إن كان بالعمال وإن كان بافتتاح المحال التجارية للناس اليوم، هي الخطوة قديش مهمة؟ هلا نحن دوما إعادة التأهيل للأسواق الهدف الأساسي منها، ما بدنا نحكي عن المادي اللي هو إعادة تأهيل الحجر، إعادة النشاط التجاري. أنت مثل ما بتعرفي حلب القديمة اللي هي أسواق، هي أكبر مول تجاري في العالم، هي كانت عصب الاقتصادي لمدينة حلب، السوق التجاري الأكبر فيها، كل المهن الخانات الموجودة فيها كلها راسخة بذاكرة الحلبيين خصوصا والسوريين عموما. لما كنا نمشي بالأسواق، إن شاء الله بترجع هالأيام، ما بتشعري بالوقت، يعني على قد ما بتمشي وكل المهن من العطيرين للعبي للسقاطية وصولا لباب انطاكية، يعني احتياجاتك على مدار العام كلها متوفرة ضمن هذه الأسواق، من ألبسة، من أقمشة، من حرير، من توابل، مكسرات، لحوم، ما كنت تحتاجي شيء برا هذه الأسواق.
مثل ما قلنا مولات كبيرة، مولات حلب. خلينا استاذ نحكي اكثر، يعني خبراء كثير اجتمعوا وحطوا يعني حطوا خطة على ورق، ومن بعد تم تنفيذها. لما كانت الخطة على ورق، قديش ايمانكم كان كبير انه رح نوصل لهي المرحلة ونشوف هذا الشغل على ارض الواقع انه عن جد صارت حقيقة مثل الحلم؟ هو قلت لك يعني نحن اليوم لما دخلنا ببداية التحرير، وقلت لك دوما منأكد على الدماء الطاهرة للجيش العربي السوري اللي بفضله نحن واقفين حاليا بهالمنطقة وبأسواق المدينة. حجم الدمار كان كتير كبير، يعني أسواق محروقة، أسواق مدمرة كالعطيرين هي على الأرض، أسواق فيها نسبة أضرار 60-40%. هلا أسواق يعني أنت بفترة من الفترات بينتابك شعور بالياس إنه معقول ترجع أسواقنا مثل ما كانت. والحمد لله يعني هي مشروعنا الرائد اللي هو كان مشروع السقطية وعيد ترميمه وفق المعايير، والحمد لله قسم كبير من التجار حاليا باشر ممارسة نشاطهم التجاري وعودة الحياة التجارية لهذه الأسواق. متأملين إن شاء الله سوق خان الحرير كمان جاهز حاليا، باستثناء البنى التحتية للكهرباء وباستثناء أصحاب المحلات يرموا محلاتهم ويرجع نعيد الحركة والنشاط التجاري، منطلقين من السقطية وخان الحرير والفستق إلى باقي الأسواق، وصولا لسوق الزرب إن شاء الله المطلة على قلعة حلب الشامخة، ووصولا لباب انطاكية المدخل الجنوبي للأسواق. أستاذ أحمد أنا بدي أقول لهم شكرا كثير، يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية، يعطيهم ألف عافية. بس خلينا نمشي على اللوكيشن أنا وياك، بس بدي أسأل على الغلق، خلينا نشوف الغلق. أكرم يا أكرم، خلينا ناخذ الغلق منك. هذا السوق هيك الغلق هيك كان وأبوابه تماما، يعني ما نون ما يعني ربيع. ضمن الأسواق القديمة، أسواق حلب القديمة، ما في شيء اسمه دربية معدنية. حسب نظام ضبط البناء لمديرية المدينة القديمة، جميع أبواب المحلات بتكون كأبواب خشبية مثل ما لك شايفة، حديد حماية، حديد مشغول للاستضواء. خلينا نقول طبعا نحن بسوق السقطية هلا فينا بس نفرجي من وين؟ من هون فادي أو فادي، فينا نجي لهون؟ خلينا أستاذ نشوف كيف الأبواب. طبعا هذا نموذج الأبواب الخشبية المستخدمة بالأسواق، عبارة عن عدد من الدرفات بما يتناسب مع واجهة المحل، مفصلات حاملة طبعا كلها تدرس للمحافظة على ديمومة الخشب. يعني اليوم نحن لما نركب أبواب خشبية تعالج حفاظا على الباب من الرطوبة، من الحرارة، من حالات التمدد والتقلص اللي بتصير. طبعا المفصلات كذلك الأمر لسهولة الحركة أو الإغلاق والفتح لهذه المحال. طبعا في نموذج ثاني عم نتبعه بالأسواق المكشوفة اللي هو بيكون عن إطار معدني حامل لهذه الدرفات الخشبية، نتيجة تعرض الأسواق المكشوفة للشمس، للمطر، لعوامل الطقس، فبيكون هو المعدن حاضن لهذه الدرفات الخشبية وبيعطيها ديمومة أكثر. طبعا يعني بس خلينا هون في صابون غار حلب. الله الله الله، يعني بدنا نشكرك كثير، جولة حلوة، موفقين كثير يا رب بكل خطواتكم، الله يعطيكم ألف عافية، الله يجعلكم دائمين. ونرجع منقول ألف مبروك لسوريا، ألف مبروك لحلب، ذكرى انتصارها، ومبروك لنا كلنا. أنا أكيد بدي أتشكرك، شكرا.